ديالي، كي داير لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكون ان شاء الله بخير وعلى خير. ايوا اليوم وجدوا راسكم غادي نديكم تشوفوا معايا واحد البحيره زوينه. قررنا اليوم نمشيو نبدلو شويه الجو. وبحيره شنو سميتها؟ راني نسيت شنو سميتها. اظن ورباي سميتها البحيره. بحيره كبيره وكيجيو لها الناس من كل بلاصه. ان شاء الله باش نوصلوا غادي نصوركم وتشوفوا، نصوركم بلاصه بلاصه. دابا حنا خرجنا من المدينه اللي كنسكنوا، انتما حنا خارج المدينه شوفوا الطبيعه. يلا خليكم معنا حتى نوصل ان شاء الله ونصوركم. كما كتشوفوا البنات احنا وصلنا البحيره، واليوم الحد عامره، الناس جايين وجالسين، ها اللي كيدير اتاي، ها اللي كيدير الشوا، عائلات ودوك القوارب الصغار هما هذوك الكرا اللي باغي يكريهم. والجو اليوم زوين، شميشه صراحة. ما نكذبش عليكم البنات، الإنسان هكا في الطبيعة كيحس بواحد الراحة نفسية ماشي طبيعية. أنا كننصحكم في آخر الأسبوع تمشيو طبيعة كدا ولا في شي مكان هادئ، باش تاخدوا ديك الطاقة الإيجابية وكترميو عليكم داكشي السلبي. وباش نبداو إن شاء الله عاوتاني يوم جديد وأسبوع جديد بتفاؤل وبطاقة إن شاء الله جميلة. كما كتشوفوا ها هي البحيرة، حنا دابا راه طالعين من هاد الطريق، هادي دايرين هاد الطريق دايزين، كنشوفو المناظر من الجنب ديال البحيرة. المنظر غزال يا البنات، والأوراق متساقطة شوفوا. الله على سكون. حنا طالعين في هاد الدريجات وتزداد دقات القلب في الخفقان. ما قدتش نهضر معكم البنات. ها شوفوا فين غنطلعوا هنايا، وريني واحد المنظر زوين.
أفندم. بالله عليكم يا مشاهدي الكرام، أهذا المنظر لا يستحق الدعم لقناتي والاشتراك فيها؟ بلا بلا بلا. البنات راه كان مرة كنبغي نضحك معكم، أنا كنهضر هكا بعفوية. شوفوا يا البنات فين طلعنا، عرفتوا واحد المسافة ضربنا حتى طلعنا للفوق باش نصور لكم هاد الطبيعة وهاد المنظر الزوين، ولاني تستحقوا صراحة، تستحقوا لأجلكم. طب حنا هبطنا دابا هنايا، كنا الفوق هبطنا لتحت، واحد العروسة جاية. احنا البنات رجعنا لهنايا، غادي نركبوا في هاد القوارب هادو، غادي نلبسوا هادو ديال السلامة لسلامتنا. احنا البنات شوفوني، انا لبست هاد الجيلي ديال السلامة. مين güzel. Şöyle bayram böyle. Tamam. احنا غاديين على بركة الله. بايرام شويلة. شكون الحوت؟ كاين الحوت؟ على منظر زوين هادشي. شوفي الحوت، انا يا نبرخ شيكي ميا بابا مستر ارديك مو بو وانا غير بان شيكي ارديك ما شي يط ارديك ارديك باكين شوف البطيطات ارده كين جالسين جاو من البرد يمكن جالسين تما. اوه شوفوا هذا الراجل تبارك الله على عزف، عنده شحال زوين. وهادو هما دوك الديور اللي كيكريو هنا، اللي باغي يكريهم حتى هما زوينين، وفيهم كلشي، فيهم بالكون، فيهم بيت ديال النعاس، فيهم الدوش، فيهم كلشي. واعرين ديال الكراب حقيقه فنين. حبيباتي وصلنا لاخر الفيديو، صافي صراحه ما سخيناش كما كتشوفوا، لاني
دنيا عامره تما دايرينهم في كل بلاصه، دايرين لافابو فيه الماء يوصل الماعن ويوصل يديهم. والباركي اللي كيجيب كاين اللي جاب الكرافان تيجلس هنايا، كاين اللي تيبغي يكري. صراحه هاد البلاصه اول مره كنجي لها، راجلي فايت جا جوج مرات ويني ما جيتش انا، ما سخيناش بها، ولاني ان شاء الله كما قلت لكم غنعاودو نرجعو وصافي. كنتمنى اللي عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه نتاعي وتديروا اللايك وتفعلوا الجرس، وانتظروني ان شاء الله في فيديو اخر، ومع السلامه.